قسموا لي يا ولدي، طحنوا لي يا ولدي. بغيت نعرف هاد الناس اللي جاوا عندي في هاد الوقت، هاد السلطة اللي جات عندي في هاد الوقت وكيطلبوا مني حل مدني يا اخي. وكنقول لهم اودي اشنو كاين، كيقول لي واش انت باه، كنقول لهم انا باه، كيقول لي اعطينا البطاقه ديالك. اشنو كاين؟ خصني نعرف اشنو كاين. دري مخدر، وانا ولدي ما كيتخدرش، هذه الدرجه الاولى. يعني بغيت نعرف كيفاش عطيني شفال زايد لي في 2000. قال لي قلت لي هاك اخويا لا كارت لاسونال ونعرفوا شنو كاين. الصباح ملي مشينا للولايه كنسولوا على الدري، قال لك داو العين السبع. مشينا العين السبع، مشينا اخويا العين السبع، يعني عين السبع قالوا لي راه غادي التخدير راه 48 ساعه غادي يخرج. علاش هاد الناس السلطه علاش كتخبي الموت؟ الموت راه كاينه، راه الملك مات، راه الانبياء ماتوا، راه الصالحين ماتوا، راه الاولياء ماتوا. علاش اخويا تجرحوني تتوما؟ انا كنطلب من الله ومن الجمعيات ومن سيدنا الله ينصرو ومن الحكومه تشد ليا بحق ولدي. انه ولدي مشى مظلوم ومشى لساق قصير، عنده 18 عام، 18 سنه اللي عنده باش يضربوا واحد ويدير لهذيك الجثه بحال كوك. يعني كون شفتوها حتى كجمعيه غادي نتبكيو وبلا ما تحاوروا معايا، ماشي ضربه المحبه. كون داز عليه كاميو غيبقاش فيا الحال، كون داز عليه الطوموبيل مغيبقاش فيا الحال، جاتو ضربه على غرته مغيبقاش فيا الحال، جاتو ضربه موس مغيبقاش فيا الحال. يعني مضروب من القدام ومن اللور، يعني دا راسو ردوا ليه وصله. سبب هاد الواقعة هما هو الضحية وهاد الدري اللي قتلو صاحبه. كانوا غاديين في الطريق، هما صحاب جاو خرجوا في الليل، مشاو رايحوا في جردة في شطيب، هادشي كانوا طالعين من المدينة. مني جلس هو الاخر، هو مريح، الاخر قال لي انا جاي مشاهز حجرة وضربوا من اللور وضربوا، طاح على حساب الناس اللي شافوا كيعاودوا، مشي ضربوا ضربه وحده وخلى ضربوا، بقى كيضرب فيه بقى كيضرب فيه بقى كيضرب فيه. ومني جا الضابط اللي شد وبقى شادو العساس، قال لي شاف الاخر شا ماش، قال لي نوض سامح مع صاحبك ويقول لي علاش هو باقي ما ماش. يعني ضربوا وبقى حاقد عليه ماش وما تسامحش معاه، وخا شافو طايح في الارض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.